سهل ما كيستمرش، ولكن إلا بدا بالتحدي بمواجهة الإكراهات والبحث عن الحلول كنت مؤكدة بأنه كيوصل. أنا فعلا كنعتذر على التأخر ديالي، ما دخلش على الإرادة ديالي لأنني كنت مسافرة وجيت كنجري باش أنني نلحق. الحمد لله أنا لحقت في آخر التمرين، وأشد على جميع أعضاء وعضوات الجمعية وباسم جميع أعضاء وعضوات المجلس الجماعي نحييهم. فعلا جماعة بحدود الإمكانيات ديالها وحدود أنها ما عطاتش واحد لابي قوية من هذا العمل، ولكن كنوا متأكدين إن شاء الله أن في المستقبل حنا كنمتحنوا الجمعية باش أن عرفت اسمحني كنمتحنوها ماشي من ناحية النتائج والأعضاء، ولكن نمتحنوها من ناحية التحدي. وفعلا بزيد التحدي وبزيد رغم